على كنشوفها بالنسبه للتيم ديالنا كمراهقين، وكنشوف بان دوره مفيده واكثر ما كان نقدر ننصح به باش اكثر ما كنقدر ننصح به باش تنمى هذه الدوره هي مثلا جات في المده ديالها وتكون فيها جانب عملي. العموم اذا فيما يخص يعني المواضيع كانت جيده خاصه في اداره الوقت، الموضوع ديال الشعور والاحاسيس يعني حسيت براسي بزاف بزاف الحوايج. وفيما يخص الدوره التكوينيه يعني دوره ممتازه، نتمنى ان تكون يعني بدايه المواضيع اخرى وعروض اخرى، وان شاء الله نستافدوا مره اخرى وما تنساوناش. اسمي زينب الحمديه، رئيسه جمعيه مؤسسة الخدمات الاجتماعيه. حقيقه هاد الفورماسيون اللي كانت في المستوى استفدنا منها بزاف د الحوايج، وكنتمناو انكم تكون بالاخص فيما يخص العمل الجماعي، حيت صراحه عندنا جهد كبير في هاد الموضوع. شكرا. تنشغل المنصب ديال الكاتب العام لجمعيه الصداقه، الحقيقه حنا استفدنا جميع من هاد الدوره التكوينيه، وكان الشباب كان الحضور مزيان، وكان هناك واحد التواصل بين الملقيين وبين الحاضرين، الحقيقه كلشي استفاد مزيان، وتنشكر جمعيه الاخوان المنظمين ديال اللجنه المنظمه ديال هاد المؤتمر، وان شاء الله تعاود هاد التجربه مره اخرى.